تسلم صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة السلمية 11 فبراير والحراك الجنوبي السلمي. تسلم اليوم رسميا بيانات 184 من جرحى وشهداء الثورة بمحافظة تعز. إضافة لعدد الملفات التي تم تسليمها سابقا لصندوق رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة، استلم الصندوق اليوم 184 حالة من أصل 217 حالة تقدمت بها منظمة خلود في تعز، وذلك لاعتماد رواتب شهرية لأسر الشهداء. سعينا في موضوع مسألة استخراج رواتب لأسر الشهداء، وفعلا الحمد لله نجحنا ووصلنا الرئيس واخبرناه أنه إلى الآن الأسر الشهداء ما استلموش اي شيء، وكان متفاعل وكان ملح انه التسليم يبدا من شهر يوليو. وصلنا هذه التوقيعات لوزاره الماليه، وانه الرئيس لازم يقول لكم ابتداء من شهر يوليو تسلموا هذا، وتوقيع رئاسي ما عاد يحتاجش نقاش، هم يدبروا حاله المفروض وزاره الماليه. الصندوق الذي وطالما اعتبرته اسر الشهداء والجرحى الملاذ الوحيد في تخفيف وجع المعاناه، لا يبدو ان جراحه قد لاقت من يداويها، فما تزال مشاكله مع وزاره الماليه قائمه حتى وبعد تقديم كل المعلومات. نحن نضل من العام 2012 باعتصامات، باضرابات، باحتجاجات، بانشطه يعني مهرجانيه بكل الوسائل والطرق، نناضل من أجل أخذ استحقاقات شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير. منظمة خلود من جانبها دعت رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إلى إنقاذ أسر الشهداء وتضميد جراح الجرحى وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ورفع الظلم عنهم وتقديم الرعاية الكاملة. كفل هالشلي، حصاد السعيدة.